شيلة، أنا جربت أخلص التمثال أهو. بتعمل إيه يا بكار؟ بعمل تمثال من التين عشان ألونه زي ابن عمي شبلي. بس الطين طري والألوان مش هتمسك فيه. ما أنا هديه لأمي تحطه في الفرن علشان ينشف، ما هو الفخار بيتعمل كده. بس هي فين الألوان دي؟ شبلي هيجيبها لي. ادعي بس ان الراجل اللي هو رايح يبيع له التمثال ينبسط من شغله. يا رشيدة! بعدين بقى هو ايه اللي اخره كده؟ هو اتاخر ليه؟ ازيك يا شبلي؟ عملت التمثال؟ حضرتك اتاخرت قوي، اهو زي الصوره بالظبط. افارم عليك. عاوزني اعمل لك منه كميه قد ايه؟ طب مش نشوف الأول يا شبلي السياح هيحبوا يشتروه ولا لأ؟ امسك امسك حق التمثال اهو، امسك. شكرا، مستني تليفونك. ايه رأيك؟ ايه ده؟ ده بالظبط الواد ده كنز. طب مش هتقولي بقى ايه الخطة المرة دي؟ النهاردة بالليل يا حلو هتعرف مشرط بيخطط ليه. اوعى